ماراكانا مفخرة البرازيل وجرحها الغائر، يقف شامخا بكل عنفوان في تحد للزمن، لكن منظره الأخاذ وهو يتوسط ريو دي جانيرو لا يمكن أن يمحي من ذاكرة الجمعية للبرازيل تلك الذكرى السيئة. قبل أكثر من 7 عقود شهد الملعب الشهير إخفاق منتخب السامبا في المشهد الختامي للمونديال. لم يكن يوم 16 من يوليو عام 1950 يوماً عادياً. ها هو منتخب البرازيل يواجه نظيره منتخب أوروغواي المتوج بأول لقب للبطولة عام 1930. كان أصحاب الأرض في حاجة للتعادل لنيل اللقب، لكن هدفهم هذا لم يتحقق. تبدأ المباراة بسيناريو مثالي للمنتخب البرازيلي الذي يسجل هدفه الأول. سرعان ما أدرك لاعبو الأوروغواي التعادل، أتبعوه بهدف ثان. خيم الصمت على ملعب ماراكانا وسط دهشة وذهول الجميع، ففازت أوروغواي بلقبها العالمي الثاني من أرض البرازيل في مشهد سوريالي اختلطت فيه الفرحة بالدموع من جهة والنكسة والدموع أيضاً وخيبة الأمل من جهة أخرى. فكان أن حدثت مأساة ماراكانا أمام نحو 200,000 متفرج. كان يوماً للنسيان، لكن دون جدوى.